والولاد دول لو جات لهم فرصه احتراف دلوقتي، ولو اني مش مع فكره دلوقتي، اتمنى انها تكون بعد الاولمبيكس، بعد دوره الالعاب الاولمبيه، لانه الاهتمام العالمي او الاضواء المسلطه على حدث بحجم دوره الالعاب الاولمبيه مختلف تماما عن دوره الالعاب الافريقيه. وان كنت طبعا مع فكره الاحتراف حتى ولو من دلوقتي، بس المهم تكون تجربه تضيف لي. يعني احنا دايما بنسمع على الدوري التركي، الدوري الدنماركي، الدوري السويسري، ومع كامل التقدير والاحترام انه دي دوريات تعتبر دوريات اوروبيه، لكن ما هياش، ما اعتقدش انها هتضيف بشكل كبير قوي. ممكن تكون بدايه كويسه، لكن في النهايه اتمنى وشايف ان القماشه تسمح بالاحتراف في دوري هولندي، مش هقول لك دوري اسباني، ومش هقول لك دوري انجليزي، ومش هقول لك حتى دوري الماني، لكن ممكن جدا دوري برتغالي، ممكن جدا دوري هولندي، ممكن جدا جدا دوري فرنساوي، والايطالي حتى ما بقاش بعيد. بنشوف النهارده في ايطاليا لعيبه كبيره جدا وتلعب منتخبات، يعني منتخب اول، وبيحترفوا بمقابل مادي مش كبير قوي، فتقدر لعبتنا انها تروح حتى الدوري الايطالي. نتمنى في نهايه التوفيق. ما تزعلوش، انا عارف وعارف انكم كنتوا قريبين، وانكم كنتوا في اوقات كتير جدا الافضل، وان المباراه دي لو اتكررت مره واثنين وثلاثه في ظروف مختلفه تلعبوا فيها ضد الارض وضد الجمهور وضد في اوقات كتيره جدا حكم المباراه، كان ممكن او كان اكيد النتيجه هتكون مختلفه، لكنكم الحقيقه قدمتوا عرض كبير جدا، اثبتوا جدارتكم، اثبتوا انكم الحقيقه قادرين تشيلوا رايه الكره المصريه في السنوات اللي جايه.